رمضان هل هلاله أحيانا أنعم بقوم عظموا القرآن. رمضان هل هلاله أحيانا أنعم بقوم عظموا القرآن. لله صاموا بالنهار تقربا يرجون منه العفو والغفران. قاموا الليالي قانتين لربهم متبدلين ورتلوا القرآن. أيامه معدودة فتسارعوا يبغون فيها رحمة وجنانا. جعلوا رضا الله غاية فوزهم وهبوا له الأرواح والأبدان. جعلوا رضا الله غاية فوزهم وهبوا له الأرواح والأبدان. وتشمروا فأعانهم رب الورى وأثابهم برضائه رضوانا. يا سعد من رضي الإله عليهم وحباهم من فضله تحنانا. رمضان جاء إلى العباد هدية وكسى القلوب محبة وأمانا. فيه العطايا من لدن رب الورى خير لنا مما حوى الدنيانا. يا ليت أيام التقى لا تنقضي وغدت على طول المدى رمضانا. يا ليت أيام التقى لا تنقضي وغدت على طول المدى رمضانا. رمضان هل هلاله أحيانا أنعم بقوم عظموا القرآن. رمضان هل هلاله أحيانا أنعم بقوم عظموا القرآن.